بالسلام العسكري ابتدي هذا المقال، وارفع التبريك واسمع العلوم بدابها، في تخرج فخر الامجاد شيل الثقال. ايه اذا منصور كل المفاخر جابها، ايه اذا منصور كل المفاخر جابها. بالسلام العسكري ابتدي هذا المقال، وارفع التبريك واسمع العلوم بدابها، في تخرج فخر الامجاد شيل الثقال. ايه اذا منصور كل المفاخر جابها، علق الرتبة على متنه المرفوع عاج، متن تزهى بمتنه وهو يذهبها، عزها وكيل ضابط وجت بالفعال، والمعالي مثل منصور نعم في منصور بن فيصل اليقال طار، حر من مكر حرارين على مرقبها، منصور اللي صملته لا وقف دايم لحال، والله ان من رموز العلا واصحابها. المفاخر عادته ما يصيد الا الجزال، والمراجل فيه تتغنى ويتغنى بها، نسلق منصور والنعم بشيخ الرجال، راعي الوقفات والقايدة يحفظها. وان ذكرت الجد بفايز على جزال، سيرك بين العرب تنعرف بطيابها، وامدح الشامخ علي درعه بسود الليال، وعضيدة فل وازم لاجت اسبابها، وام منصور تفتخر والفخر فيها لحال، انجبت روس حرار بها لخوات بالحلا ما لهم ندوا مثال، كل جزلة بالفضايل فخر تذهبها. ونعم والله في عمامة كريم من السبال، خوال رجال عز تطول شنابها، ونعم بالجدات أغلى الفخر بكل حال، كل عمات وخالة ترقد بنسابها، والعراد أهل مجد يضاهي للجبال، تحسس المراجل وروس ثيابها، والعراد أهل مجد يضاهي للجبال، عز وتحسس المراجل وروس ثيابها. 9 9 9 0 1 6